لا تغني في الصل سمي سيدي ربي في الاول في هذا الراس الكسكاس وفم محول واجدي عيوش كيف المنجل واش كتقول يا المبهدل انت بعدا ماشي اصل وعلاش الدار عندي كتدخل خرج بطرقتي يا المقمل ويا رفقيها وغاد الصباح دادا وانا في الصباح مفكر وخرج هو في الاول وفي الدار مسكين ما عنده ما ياكل وتبعتو كان تخت البرتو كاي لاقط في السطول هاد الزبل ربي يا سيدي وينصر المالك اختي ويزيد فيا مو خلص ولادك الصغار حتى اللي سموا دري 10,000 اختي كنا وبصدام وزنا بالراميد القديم مني جاء مو ويا ودي يا رفقي ورفقي قلت لك بحينا الكيزا عليا عول وهو نبني السور وما نديروش حول وخدم هالجغروت في الفراش جاير بن وغا مازال هاني ومازال في الفراش جاير بن والملاجين اللي كتعرفو باش طيح من رجل وما كان شايب باكا يبغي الدل وما كان شايب باكا يبغي الدل واللي بحنا انا والبن على راسنا والعشري بالفلوس بربل وانتي في راسنا بالفلوس بربل وانتي خساك العطر بلا خدام قاد تختل وانا نشحم فراش جاير بن في عمر تيري لا ما يعفنا بالعجل وما كانت حشم شايا المبهدل وما انتي راجل ما انتي المعصر ويا قال لي لا ما غنيت شاي كل والله غدا انا خلصتك الحول وتدري لا ما بغى عندك يدخل واللي لا تدري ما بغى عندك يدخل ما بغى الفقير عندك يوصل لينا كان جي اللعبه طويل مكسل ولا عندك شي واحد فيه ما يدخل وكان جي كان جي طويل مكسل بحالي كاي ركب الشكيمه الجمله ينصر المالي كما ويزيد بيا مو ينصر المالي كما ويزيد بيا مو خلص ولادك الصغار وتالي صامو خرجت 10,000 كلها ويدير بصامو وانا بينا نصلي وعليه والشيطان له خزيه وتجاود والبشتان وتجاود والبشتان بالدان عيط عليه وهو جالس مورايا فيها تجيه وبالي يقول ولد بن علته ونسيه وجاود والبشتان في ما مشيت نفتخر به وفي القهوه الفورماجان وانا بدات تماك نخلط عليه وداير سيباري وداير لورمان والقرو شعلو بيديه والانترنت شعلو كيقرا فيه وتجاودي لجا مرحبا بيه وبالي تقول نسليه وتاولد بن علال كيدير العزبيه وشوف شوف يا محمد يا ولد الحاجة وانا اللي يطلبني لازم نعديه وانت جاود ود بوشتاي لجا مرحبا بيه وهالكلام لي لغة نهديه ومني تمشي هي والراس الوادع وانت عبد الرحيم ولد الربح سلم عليه وهذاك الرئيس ديالنا وكان تفخم بيه ومني تمشي الراس الواد والسلام ديال ولد الربح خصني تديه والرئيس الجامعة كان تفخم به وهو الطلاب ولد بن علال دايما يعديه وانت ولد الربح خدم بالنية ودهرت عليه وهو عرفناه مرضي والديه ومحطوط في راس الواد كيسمع للزية وبيها المهمة وصار المالي